واصلت السلطات الأمنية حملة اعتقالات بالريف المغربي، حيث اعتقلت نشطاء جدد بسبب احتجاجهم على الأوضاع التي آلت إليها مدينتهم بقرع الأواني ليلة الأربعاء في احتجاج على استمرار الاعتقالات. وأكدت مصادر إعلامية مغربية أنه من بين المعتقلين شابين وجدا في شارع قرب مستشفى محمد الخامس يقرعان الأواني، وتم القبض عليهما من قبل الأجهزة الأمنية. ولم يتأكد حتى صباح الخميس ما إذا كان تم الإفراج عن المعتقلين أم لا يزالان رهن الاعتقال بمخفر شرطة الحسيمة. وأفاد نشطاء في الحراك أن مجموعة من عائلات المعتقلين وجهت إليها استدعاءات من أجل الحضور إلى مقر عمالة إقليم الحسيمة في أقرب وقت، وتوصلت جل عائلات المعتقلين بهذا الاستدعاء من طرف عامل إقليم الحسيمة بواسطة أعوان السلطة، وذلك بعد حملة الاعتقالات التي لا تزال متواصلة في حق شباب حراك الريف. من جهة أخرى اتهم ائتلاف حقوقي يضم أكثر من 20 منظمة غير حكومية الأربعاء السلطات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال قمع الحركة الاحتجاجية التي تهز منذ أكثر من 7 أشهر شمال المملكة. وقال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم 20 منظمة حقوقية إن الأغلبية الساحقة ممن تعرضوا للاعتقالات هم شباب، وكانت هذه الاعتقالات عشوائية ومرفقة بالعنف، مؤكداً أنه استمع إلى إفادات بالتعيين داخل مخافر الشرطة من ضرب وعنف ومعاملة سيئة وتهديد. وأوضح بيان الائتلاف أن تقريره هو ثمرة عمل لجنة تقصي حقائق أرسلها مؤخراً للوقوف على مجمل التطورات التي يعرفها إقليم الحسيمة منذ 7 أشهر، حيث تنشط حركة احتجاجية تطالب بتنمية الريف الذي يعتبر المحتجون أنه مهمش ويعاني من سوء الحكامة وضعف التنمية.